أينما كنتم السلام عليكم. ربما لا يزال من المبكر الحديث عن ميداليات عربية في الأولمبياد، فحتى الآن لم يلعب الأبطال المعروفون في أي منافسة. لكن عندما نرى فيتنام وبإمكانات شبه معدومة تجتهد وتحصد ذهبية لتفرض نفسها بين الدول العشر الأوائل، من الطبيعي أن نتساءل أين أبطالنا الجدد؟ وكيف يمكن توظيف الإمكانات المتواضعة لصناعة إنجازات وميداليات تتغلب على كل المعاناة؟ مر اليوم الثاني من دون أن يقف أي لاعب عربي على منصة التتويج، فهل الموعد غدا؟ مشاهدين في هذه الحلقة من ميدان الأولمبياد سنلقي الضوء على أكبر قدر ممكن من نتائج اليوم الثاني، ونتابع أيضا الإصابة حرمت لاعبة الجودو السعودية جود فهمي من البدء في المنافسات، وقبلها أحبطت اثنين من الطامحين للميداليات في اليوم الأول. مشهد الجزائري الأصل سمير آية سعيد كان مؤلما فعلا. الإعلام الإسرائيلي يشكك في أسباب انسحاب متبارية الجودو فهمي، ويقول إن السعودية سحبت لاعبتها لتفادي لقاء منافسة إسرائيلية. نتابع أيضا ماذا فعل هوانغ لكي يحصد الذهبية التاريخية لفيتنام. حضرت المهارة والرعاية فارتسمت معالم ميدالية لن تكون الأخيرة لأبناء العم هوشيمينا. إنذار عنابي مبكر في كرة اليد، قطر مصممة على ميدالية جماعية. تابع أيضا دوامة الاستبعاد في الرياضة الروسية تنتهي أولمبيا وتبدأ بارالمبيا. والتكنولوجيا في الأولمبياد جديدها الطائرة الرياضية، عدة أنواع، ما هي فوائدها؟ No, we're hoping he's all right. And that's a ridiculous foul. That's a ridiculous foul. That's an elbow to the throat. That's going to hurt anybody. He also got a knee middle stump. Bad crack. No, that's gone horribly wrong. I hope she's all right there. وقبل أن نغوص في التفاصيل مع ضيوفنا، نذكركم مشاهدينا بإمكانية التواصل معنا من خلال صفحتنا عبر فيسبوك رياضة الميادين، ولمقترحاتكم وأسئلتكم عبر البريد الإلكتروني sports@almayadin.net. ولمزيد من الأخبار ولمتابعة نشراتنا زوروا موقعنا www.almayadin.net. يسعدنا أن نرحب بضيوفنا في هذه الحلقة. من بيروت عضو اللجنة الأولمبية اللبنانية ورئيس اتحاد الكانوي كاياك المحاضر الدولي مازن رمضان عبر الإنترنت. أهلا وسهلا فيك أستاذ نادر، ولدينا الكثير من المواضيع سنبحثها معك. أهلا أهلا. ومعنا في الاستوديو المعالج الفيزيائي وأخصائي علاج الإصابات الرياضية ملحم شمس. أهلا وسهلا فيك ملحم، ستحدثنا عن أنواع الإصابات في الأولمبياد ومدى تأثيرها على اللاعبين. أهلا وسهلا فيك. ولكن قبل فتح ملفات هذه الحلقة مشاهدينا، سنبدأ مع الموضوع المستجد مساء أمس، وهو انسحاب لاعبة الجودو السعودية جود فهمي. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر منقول عن وسائل إعلام إسرائيلية يقول أن فهمي انسحبت لتتفادى لقاء اللاعبة الإسرائيلية جيلي كوهين. والمعروف أن اللاعبة السعودية كانت ستواجه الإسرائيلية لو أنها فازت على كريستيان لوجنتي من مورشيوس. اللجنة الأولمبية السعودية كانت قد كتبت عبر حسابها في موقع تويتر أن اللاعبة جود فهمي تعرضت لإصابة في يدها وقدمها خلال التدريب، وأوصت اللجنة الطبية بعدم مشاركتها في منافسة الجودو في أولمبياد ريو. مشاهدينا، نشير فقط إلى أننا حاولنا التواصل مع البعثة السعودية في ريو دي جانيرو، لكن لم يكن هناك إمكانية للتواصل معهم بسبب فروق التوقيت أو بعض الأسباب الأخرى. سنبدأ معك أستاذ مازن رمضان معنا عبر سكايب. يعني إلى حد الآن لم يتم تحديد سبب انسحاب لاعبة الجودو السعودية جود فهمي، ولكن في حال
كانت جود قد انسحبت بالفعل لتمتنع عن مواجهة أو لتتجنب مواجهة لاعبة إسرائيلية، هل يرتب هذا الموضوع عليها تداعيات وربما عقوبات من قبل اللجنة الأولمبية الدولية؟ أستاذ مازن، يعني هذا الموضوع يعني طبعا صعب إثباته، لأنه إذا كانت هي تعرضت لإصابة فإذا بالطبع ما بتقدر تكفي المشوار المباراة. ف هذا رأيي بالمباراة. هناك تضارب بالروايات، أنا أسألك في حال فلنفترض أن اللاعبة كانت بالفعل أو أنه هناك خبر خرج إلى العلن تم تأكيده أن اللاعبة انسحبت من البطولة لتجنب مواجهة لاعبة أخرى وهي إسرائيلية ولأسباب معروفة وسبب العداء لإسرائيل، هل يوجب ذلك ممكن عقوبات على اللاعبة أم أنه ليس يعني لا تستند اللجنة الأولمبية الدولية على أي دليل من هذا النوع؟ ما بقول لك بده يكون في دليل على هالموضوع، بس يعني صارت أكثر من مرة أمور من هالنوع بين لاعبين عرب ولاعبين إسرائيليين وتفادت المواجهة بهالطريقة هيدي. نعم، في سياق متصل أيضا مشاهدينا بالموضوع الإسرائيلي، قصة منع البعثة الإسرائيلية من الصعود على متن الحافلة اللبنانية تناقلها الإعلام الدولي، لكن ما حدث في حفل الافتتاح لم يسلط الضوء عليه. في التفاصيل أن لدى دخول البعثة الإسرائيلية ملعب ماراكانا علت صيحات الاستهجان وعبارات التحقير من مختلف جهات الملعب الذي استضاف 60,000 متفرج، في حين أن البعثة الفلسطينية تم استقبالها بالتصفيق الحار والتشجيع. هذه الواقعة حصلت بعد ساعات قليلة من منع الرياضيين الإسرائيليين من الصعود على متن الحافلة اللبنانية وتحديدا من رئيس الوفد اللبناني سليم الحج الأولى. إلى موضوعنا الأول في هذه الحلقة من ميدان الأولمبياد، الإصابات العنيفة تطرق باب أولمبياد ريو مع انطلاق المنافسات الجماعية والفردية. الفرنسي سمير آية سعيد والألماني أندريا ستوبا يدخلان عيادة الأولمبياد باكرا وينضمان إلى قافلة أسوأ الإصابات عبر التاريخ. لم تكن نهاية قفزة الفرنسي سمير آيت سعيد على قدر توقعات مدربه وجمهوره. حركاته البهلوانية شهدت نهاية مأساوية لمسيرته الأولمبية، سقط بقوة على قدمه في مشهد مروع تنفطر له القلوب. الشاب الجزائري الجذور تعرض لكسر مضاعف في قدمه اليسرى خلال منافسات حصان القفز، ما صدع نقله على وجه السرعة من الاستاد الأولمبي إلى أقرب مستشفى. وبالرغم من أن الحركات الأرضية لا تحتاج إلى قفزات عالية، إلا أنها تضغط بقوة على أرجل الرياضيين، ما أصاب أندريا ستوبا بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى. لكن الشاب الألماني فاجأ الحضور عندما رفض الاستسلام لإصابته، واصل المنافسات حتى النهاية متخطيا آلامه التي أنهت مسيرته في الأولمبياد. إصابة سمير وتوبا أعادتنا بالذاكرة إلى إصابات مروعة مرت في الصفحات الطبية للألعاب الأولمبية في الماضي القريب، وتحديدا خلال أولمبياد لندن حاول جاي هيوكسا رفع 158 كيلوغراما، لكن الرباع الكوري الجنوبي فشل في محاولته وسقطت الأثقال خلف رأسه وأصيب بخلع في كتفه الأيمن، نقل على إثره إلى أحد المستشفيات. وفي أولمبياد بيانجينغ مثلت رياضة رفع الأثقال خطورة كبيرة على الرباعين بسبب الأوزان الكبيرة التي يستخدمونها. المجري يانوس باراناي وقع ضحية 148 كيلوغراما، سقط على الأرض وبدأ بالبكاء من شدة الألم. صحيح أن رفع الأثقال وبعض حركات الجمباز تعرض ممارسيها لخطر الوقوع في فخ الإصابات المرعبة، إلا أن العديد من الرياضات المتنوعة أصابت المشاركين في ألعاب فردية وجماعية بضربات قاسية وقاضية. بالفعل هي مشاهد مرعبة. وهنا أسأل أستاذ ملحم، أهلا وسهلا فيك بداية، يعني كما استمعنا في تقرير الزميل علي خليفي أن هناك بعض الإصابات التي تحصل بالرغم من عدم القفز لمسافة مرتفعة كما حصل مع اللاعب الألماني ويتعرض اللاعب لإصابة، هل سبب الإصابة هنا يعود إلى خطأ يرتكبه اللاعب أم أنه السبب الرئيسي وراء هذه الإصابة خلل في قدم اللاعب بوقت سابق لم ينتبه له اللاعب؟ هيدي نقطة كتير مهمة، لأنه خاصة نحن إذا منلاحظ الإصابات اللي صارت
بهيدا الاولمبياد او الاولمبياد اللي سبقوا، هن رياضات بتعتمد على البوزيشن، بادي بوزيشن. يعني لازم اللاعب هو يكون منتبه على الاندينج بوزيشن اللي بده ينتهي فيه باللعبه، خاصه لا بالجيمناستيك. هيدا اللاعب يلي انصاب اللاعب توبا توبا واللاعب الفرنسي الثاني سعيد ايات احمد، تماما هول اللاعبين. اول شغله، اول اصابه كانت تروما بس without contact، يلي هو بتصور حسب الستاديز الموجودين الكونتاكت خف، يعني الاصابات الناتجه عن الكونتاكت خفت، بس عم بيظهر بشكل مفاجئ هلا الاصابات اللي عم تظهر من نون كونتاكت يلي هي from jumping. هلا هيدي الكا يلي هي الفراكشر ودبل فراكشر عم بيكون، هي كا كتير رار، يعني كتير قليل تنشوفها. اوكي، اذا حسب الدراسات الموجوده بتقول انه 1% او 1.5% تيكون موجود هيك اصابات بهيك العاب، لانه اغلبيه الاصابات بالجيمناستيك بتكون اصابات بنقولهم نحن سبرين، انكل سبرين، يعني فكش بالكواحل او بالركبه. هيدا اللي صار مع توبا اذا بنلاحظ، لانه طبيعي حيالله لعبه في عندك الجامبينج من مطرح عالي. اوكي، اذا عم نحكي عن الانو عن الرينجز، انه عم بيعمل اكروباسي بالرينجز، الجامب اوقات معقول يكون داخل روتيشن، لانه مثل ما حكينا عن الوضعيه اللي بيكون موجود فيها اللاعب وقتها ينتهي. سو هيدي بيضطر هو انه بده يعمل ستابيلايزاسيون، بده يضطر انه يثبت حاله وهو نازل، وهيدي هي هون فيها صعوبه وبتخل بالتوازن. كمان هيك بننتقل على نقطه اللي هي التحضير البدني للاعب، يلي هو قد ما كان عم بيقوي حاله، عم بيمرن حاله على التوازن، قد ما كان قادر يتحمل هيدا. يعني كلما كان التحضير افضل تجنب اللاعب الاصابات. وبس في شيء مفاجئ انه الجيمناستيك، وانا هيدي اللعبه بلعبها، اهم شيء هو التوازن، واكثر حدا معقول يكون عنده توازن هو لاعب الجيمناستيك. سو هون انت يعني في مثل تناقض شوي انه ليه عم بيصير هيدا الموضوع. هون بننتقل لمطرح اللي هو التنافس اللي عم بيصير. اذا بتلاحظ انت انا عم بحكي هلا جيمناستيك خصيصا لانه اصابات بالجيمناستيك صارت. سو اذا بتلاحظ من قبل كان التنافس تجيبوا سكور 10 كان منه كتير هالقد تشالنجينج. اوكي، هلا عم بيصيروا يتطلبوا من اللاعبين، وهيدا بتصور زملائه لطوبة بالفريق اعترضوا على هيدا الشيء، عم بيقولوا انه صار درجه المنافسه كتير عاليه وعم تتطلب من اللاعبين جهود اكثر من امكانياتهم. فهون يمكن هيدا بعيد النظر بشو الباز اللي لازم يشتغلوا عليه. بالنسبة لتوبا أصر على إكمال المنافسات بالرغم من الإصابة، أي تداعيات ممكن أن يترك هذا القرار على قدم اللاعب وعلى إصابته؟ حسب ما فهمنا نحن من التقرير أنه صار معه هو رباط صليبي. هلأ نحن بنقدر نشخص، بتصور هني يعني تقريبا بعد 48 ساعة أو 24 ساعة بيقدروا يعرفوا من MRI اللي حيعملوها. إذا كان معه هو رباط صليبي كمان هي بتتقسم اذا كان جزئي او كلي. اوكي، وبالحالتين اكيد الاصابه حتتطور يعني بشكل كتير خطر للاعب. بس كمان بدنا نفهم شغله، انه صار له قد ايه عم يتحضر هذا اللاعب لهالكومبيتيشن. لو شو ما انت قلت له، لو الحكيم الفريق، لو الكوتش، لو مين ما كان، حيضل مصر انه يتابع هذا الماتش. بس هيدا شيء كتير بياثر سلبا عليه، لانه معقول حتى زياده عن هذا الموضوع يوصل لمطارح ثاني. نحن عم نحكي اي سي ال رباط، معقول يوصل لحتى جرح بالغضروف، اذا لانه هو كمان لاعب جيمناستيك. سو لاعب الجيمناستيك عنده سوق، اذا انتبهت هو بالرياضه الثانيه بالمنافسه الثانيه كان عنده جامبينج من مطرح عالي. صحيح، فكمان تخيل لو انه عمل كمان حركه غلط وين حيوصل. بالنسبه لموضوع الرباط الصليبي، الى اي مدى يحتاج الى وقت؟ ما هي المده التي يحتاجها المصاب بالرباط الصليبي لكي يتعافى تماما؟ هلا هيدا الشيء كمان حسب التشخيص، اذا كان تشخيص رباط صليبي جزئي او كلي، فنحن عندنا اقل شيء في عندك عم تحكي بخمس اسابيع. هيدا اقل شيء اذا عم تحكي انت جزئي. اوكي، بعدين بتنتقل بتوصل لثلاث اشهر
هلا بعد 3 اشهر في عندك شيء اللي هو كمان اعاده تاهيل، لانه اللاعب كمان ما في يرجع على ارض الملعب دغري، وخاصه بهالكومبيتيشن اللي عم نحكي عنه اللي هن كثير منافسين. يعني بالنسبه للاصابات الاكثر شيوعا في الاولمبياد، يعني الاكثر حصولا مع اللاعبين، اي الاصابات وعلى اي رياضه تعتمد؟ يعني نوع الاصابه، اي رياضه، اكثر الرياضات التي تعرض فيها اللاعبون للاصابه؟ هلا من الطبيعه الرياضات الاكثر بتعرض فيها لاصابه هن بدنا نقول سبور كولكتيف، اللي هي الالعاب الجماعيه، لانه مثلا اذا بتلاحظ السوكر او الامريكان فوتبول او في عندك كمان الباسكتبول، هيدي اكثر نسبه اصابات معقول تصير فيها. هلا في انواع الرياضه الثانيه كمان حسب المنافسه الموجوده فيها. يعني في عندنا مثلا نحن اذا بدنا نحكي عن التصنيف، شو الكوز، شو هن الاسباب تبع هاي الرياضات، بيقولوا لك هن الاوفر يوز، يلي هو كثره الاستعمال للعضله او للتمارين الزايده، وفي عندك الكونتاكت، وفي عندك النون كونتاكت. والزياده عن هذا الموضوع بالجيمناستيك او بحي رياضه ثانيه، صار في عندك مثل شيء بلوك بيكون موجود، يلي هو اوقات عم يضربوا فيه اللعيبه، وهذا عم بيسبب اصابات. هلا اكثر انواع اصابات موجودين عندنا حسب الستاديز اللي صار بال 2010، اكثريتهم بيكونوا مرتبطين بالبالانس تبع تبع ارتكيوليشن. فعندك ديسلوكيتد شولدر، هذه بتصير اكثر عند الحاملين الاثقال كمان، وعند حتى السباحين في عندهم موضوع التوندينيت، لانه هو على كتر الموفمون ريبيتيتيف، استعمال الحركه ذاتها، هذا بيعمل لهم كمان نوع توندينيت. في عندك فراكتشر، قليل تتلاقي فراكتشر، بس في عندك تمدد عضلي اكثر. في عندك الانكل سبرين اللي هو التواء بالكاحل اكثر وبالركبه. سنكمل بالحديث معك ملحم، ولكن سننتقل الى خبر عن البعثه العراقيه المشاركه في الاولمبياد، حيث تم استبعاد طبيب البعثه واعادته الى بغداد بسبب خلاف مع مدرب المنتخب الاولمبي لكرة القدم غني شهد. الخلاف حصل على خلفية نتيجة عدم إدراج شهد لاسم الطبيب ضمن أسماء الطاقم الذي يفترض أن يكون متواجدا على دكة البدلاء بمواجهة الدنمارك. إدارة البعثة عبرت عن مفاجأتها برفض الطبيب الذهاب إلى الملعب في برازيليا لمرافقة المنتخب الأولمبي بذريعة عدم وجود اسمه ضمن قائمة الإداريين السبعة المتواجدين على مقاعد البدلاء الذين اختارهم المدرب شهد. ونسأل ملحم، أنت لديك خبرة مع الفرق عن موضوع يعني علاج اللاعبين، أنت طبيب بالفرق اللبنانية، إلى أي مدى ممكن أن يؤثر غياب طبيب الفريق عن اللاعبين في حال إصابة أحدهم، تعرضه لإصابة؟ يعني طبيب البعثة العراقية غادر إلى بغداد عاد. هلا هو الموضوع أكيد لازم ينحل بدبلوماسية يمكن أكثر من هيك يعني. صحيح. بس الفكرة أنه وجود طبيب على أرض الملعب، لأنه بالنهاية الطبيب على أرض الملعب هو دوره المرحلة الانتقالية تيوصل اللاعب إذا انصاب على المستشفى. فهون أكيد البروسيجر اللي بدأت نتبعها على أرض الملعب هي كتير مهمة تتخفف من وهج الإصابة اللي بدأت تكون موجودة بالمستشفى. لأنه في حال مثلا تم التعامل مع الإصابة بطريقة غلط، هذا بتعرف بيعمل مضاعفات كتير مهمة على اللاعب. بس كمان نحن طالما عم نحكي بألعاب أولمبية، احنا عم نحكي بشيء انترناشنال، سو كمان بنفس الوقت حيكون في موجود في عيادة موجودة بقلب الملعب، في أطباء أخصائيين كمان موجودين بقلب الملعب، لأنه حتى في فرق، مع العلم أنه في فرق بتسافر أوقات من دون طبيب، وهذا شيء كتير غلط. يعني نحن عم نتوجه لأنه نعمل إديوكاسيون يعني مشان نثقف العالم على هذا الموضوع. وأنا بشيت وقتها كنا بآسيا مع ميادين بالكوميتي ميديكال اللي كانت موجودة، يلي هي كمان سهلت لنا كتير اشياء. نعم. ووجهتنا لهالموضوع كيف نتخطى الإصابات. ومن الطب إلى الملف الروسي الذي عاد إلى الواجهة مجددا مشاهدينا، اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة تستبعد روسيا من أولمبياد ريو الشهر المقبل. اللجنة فرضت حظرا شاملا على مشاركة كل الرياضيين الروس في ألعاب ريو دي جانيرو في أيلول سبتمبر المقبل بعد انتهاء الدورة الحالية للأصحاء. قرار اللجنة جاء بعد ادعائها أن الرياضيين الروس من ذوي الاحتياجات الخاصة متورطون في فضيحة المنشطات. وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو كشف نية بلده الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية.
أستاذ مازن، ننتقل إليك للحديث عن هذا الموضوع. اللافت أنه عودة هذا الملف مجددا إلى الواجهة، ولكن من بوابة البارالمبية. المفاجئ كان في القرار هو الحظر الشامل للاعبين البارالمبيين، وهو قرار أصلا لم يتخذ بحق الألعاب الأولمبية الروسية. لماذا ذهبت محكمة أو اللجنة الأولمبية الدولية إلى أقصى حد بقرارها ضد الألعاب البارالمبية الروسية؟ يعني تسمح لي أنا أقول أنه كثير أعجبت بقرار توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. قرار حكيم وعادل، ما حدا بيقدر ينكر وزن روسيا واللاعبين الروس بالألعاب الأولمبية وشو بيأثر غيابهم. إنما بنفس الوقت أنا برأيي القرار الجماعي هو قرار مشحف، خاصة أنه في بروسيجر بموضوع الدوبينج وفي طرق للكشف عن المنشطات، وبالتالي كل لاعب بيثبت تعاطيه للمنشطات يجب إيقافه واتخاذ العقوبات اللي بتنص عليها القوانين. أما عقاب جماعي لأنه في عدد من اللاعبين بيّنوا أنه أخذين منشطات ونوقف البعثة كلها، ما بحس أنا أنه هذا شيء عادل. أستاذ مازن، كما قرأنا في الخبر أن وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو سوف يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية، هل ممكن أن يصل إلى نتيجة من خلال لجوء إلى محكمة التحكيم أم أنه يتبع لازم فقط القوانين اللازمة؟ يعني لازم يوصل لنتيجة، لأنه برجع بقول لك أنه المحكمة لازم تحكم بالقانون. القانون بيقول المتعاطي بالمنشطات بيتوقف. ما على علمي في شيء انه اذا اكثر من فرد متعاطي بتوقف البعثه كلياتها. طيب سؤال يطرح نفسه منذ اتهام روسيا بقضيه التنشيط على المستوى الاولمبي، لماذا روسيا تحديدا؟ يعني البعض يسال لماذا روسيا؟ حتى البعض يغمز من قناه انه هناك من يحاول تصفيه امور غير رياضيه بهذا الموضوع. ما هو رايك بهذه القضيه؟ هلا بفتكر انا انه روسيا تحديدا صار الضوء عليها من وراء موضوع العاب القوى، وصار يمكن نحط تحت المجهر بهالموضوع، وبس ما اشك انه الوادة تكون يعني هيك متحيزه ضد دوله معينه يطلع معها نتائج ايجابيه للاعبين وتخفيهم، او لا بده يكون صار في بعض النتائج اللي هي بينت انه في تعاطي هلا. يعني المسؤولين، انا اتحدث هنا عن كلام بعض المسؤولين الروس، نتحدث عن بعض الرياضيين الروس الذين يقولون ان للموضوع ابعاد سياسيه. يعني حتى بطل العالم الرباع الروسي تشيرشيف قال انه هناك قرار سياسي بموضوع روسيا وليس فقط موضوع رياضي. يعني لك خلينا بكل موضوعيه، البروهيبيتد ماتيريال اللي ممنوع تكون بجسم الرياضي لائحة منا انه وهمية، لائحة معروفة وواضحة وتعمم على كل اللجان الاولمبية وعلى طول فيها نشرات طبعا. فأي لاعب يثبت انه في بقلب بجسمه وحدة من هالمواد، فإذا هو بده يكون يعتبر دوبي. بس بنفس الوقت هذه اللائحة عم تكون متغيرة وعلى مدار الوقت عم بينزاد عليها بعض العناصر، ممكن يكون في بعض الامرار انه ما بيكون فتره كافيه بين انه اللاعب يعرف شو هي المواد الجديده اللي اضيفت على اللائحه، ويكون بعضه عم بيتعاطى بعض المنشطات يلي هي برايه كانت ليجل ممكن تصير بعد فتره الليجل. وهنا نفس هيك بس اذا لاحظت انه توماس باخ بكلمته او بتصريحه على طول عم بيقول انه من اليوم ورايح حتصير العينات محفوظة لفترة سنين طويلة، حتى بحال كان المختبرات غير قادرة اليوم أنه تكشف بعض المواد المنشطة، لربما مع تطور العلمي بعد سنتين وأربعة وخمسة وستة تقدر تكشفها، وبالتالي يجرد اللاعب من الميدالية إذا كان حائز على الميدالية. يعني هناك إمكانية أن يكون مواد منشطة وغير ولا تظهر خلال الفحوصات؟ أنا برأيي يمكن في كتير دول عم تشتغل بهالطريقة، لأنه للأسف الرياضة يعني هي اللي أساسها تكون روح رياضية، ما بقى بكتير محلات عم نشوف في روح رياضية، عم يلجأ لعدة أساليب، وأنا برأيي أساليب غير رياضية أو غير قانونية باتجاه اللجوء للمنشطات لإحراز
لقب او ميداليه او تقدم بمركز. وعن اساليب كشف المنشطات ساسالك ملحم، كيف يتم تشخيص حاله المنشطات؟ على اي اساس؟ ما هي المواد التي يحظر على اللاعبين استخدامها؟ هلا نحن حسب خبرتنا وقت سافرنا مع المنتخب كان في اول شغله بيبعث لنا الوادا ايميل، بيبعثوا لنا بكل المحظورات اللي هي لازم نحن ما نقرب صوبها او نخلي اللعيبه ما ياخذوها، حتى الميديكيشن، خاصه في ميديكيشن معقول يكون فيهم انواع مواد منشطه، بس بيكون حتى اللاعب مش عن عمد بده هو ياخذ منشطات، بس معقول يكون فيها مواد منشطه. من اين تاتي هذه المنشطات من دون ان يعرف اللاعب؟ هي ما بتكون، يعني هذا حصل ايضا مع ماريا شرابوفا لعبت التنس وقيل انها لم تكن تعرف انها تتناول المنشطات. في انواع ادويه بتكون انتي انفلاماتوري، او اذا مثلا كان اخذ انتي بيوتيك، في انواع منشطات هي موجوده بالليستا، بس الفكره انه ما بيكون اللاعب مقدر هذا الشيء، سو هذا بيتبع مع الطبيب او المعالج اللي بيكون موجود معه. سو نحن قبل بست اشهر كرمال، يعني في انواع بتضل اكثر من 3 اشهر بالجسم، فهو قبل 6 اشهر نحن بنكون مراقبين اللعيبه، وانا هذا يعني بشوفه مثلا بالمنتخب الروسي، يعني مين متابع معهم كمان. نعم. قبل 6 اشهر بنكون نحن متابعين معهم، ممنوع ياخذوا اي نوع معقول ياثر عليهم، اي نوع دواء، حتى في العاب الكحول بتاثر بهذا الموضوع، في العاب ثانيه الكحول ما بتعتبر منشطات. وسنكمل الحديث ملحم، ولكن بعد الفاصل مشاهدينا ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى برنامج ميدان الأولمبياد. انطلاقة الألعاب الأولمبية ابتسمت لفيتنام بتحقيقها أول ميدالية ذهبية في تاريخها. فينيز وان هوانغ أهدى بلاده الذهب الأولمبي من خلال مسابقة مسدس ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار، وقد سجل 200 نقطة ونقطتين، متقدما على منافسه البرازيلي فيليبي ألميدا. الخيبة كانت واضحة على وجه البطل الأولمبي الكوري الجنوبي جين جون الفائز بذهبية لندن، لكنه اكتفى بإحراز المركز الخامس. خبر فيتنام مشاهدين يفتح الباب أمام مشاركة الدول المغمورة أولمبيا، ومن هذه الدول العربية. وهنا ننتقل مجددا إلى الأستاذ مازن رمضان المحاضر الدولي الأولمبي. أستاذ مازن، بالنسبة لموضوع فيتنام وفوزها بذهبية مسدس ضغط الهواء، هل يعود ذلك إلى أن هذه المسابقة ليس فيها منافسين أقوياء، أم أنه لا، فيتنام أعدت العدة لتحصد ميداليات خلال الأولمبياد الحالي؟ ليك موضوع الميداليات والأولمبياد موضوع كتير كبير، يعني منحاول قدر الإمكان أن نعطي الإجابة اللي ينتظروها المشاهدين. يعني ما في شك أنه في بعض الدول بتلجؤ لموضوع أنه تفتش على ما يسمى ويندو أوف أوبورتيونيتي، بعض الألعاب اللي مثل ما تفضلت وقلت أنه يمكن ما يكون في عليها كتير إقبال، أمرار كتير بيكون كمان عنصر النسائي بيكون عنده أفانتاج على بعض العاب اخرى ما بيكون فيها كمان كثير اقبال، وهذا مثل انه اصطياد فرصه او اقتناص فرصه بهالمجال هذا. انما سياسه الميداليه بتكون غير هيك. سياسه الميداليه يعتبر في منها اثنين، في طريقتين، في طريقه التوب داون وفي طريقه البوتوم اب. التوب داون يلي هي انه الدوله بتقرر انه انا عندي هدف استراتيجي، عندي ألعاب أولمبية، عندي سبب معين بدي أنا لاعبين يكون يفيزوا على ميدالية، وساعتها هي الدولة نفسها هي بتتولى أمور الإشراف from A to Z على كل ما يتعلق بالملاعب والمدربين واللاعبين وإلى ما هنالك. وهيدا بفتكر اللي بتتبعه مثل الصين وقت اللي بال 2001 أخذت شرف استضافة الألعاب الأولمبية، فكان هدفها أنه تقدر تحقق أكبر عدد ميداليات. الطريقة الثانية اللي هي الباتوم اب، يلي هي بتبلش من الكوميونتي او من المجتمع، اللي هو اجمالا بشكل خاص يستعمل بالدول الاوروبية، يلي هي بيكون اللاعب بيروح هو بحب يعمل رياضة، بيروح على الاندية الشعبية او الاندية العادية لحبه للرياضة، ونتيجة تكون قاعدة شعبية كبيرة بتحب الرياضة وبتمارس الرياضة، بيطلع منهم عدد من الرياضيين الموهوبين. طبعا
نتيجة متابعة من اللجنة الأولمبية ونتيجة برامج اكتشاف المواهب وغيره، بس ليش بشكل طبيعي من اللاعبين من حبهم وعددهم بيكون كبير لدرجة أنه آخر شيء بينشأ منهم لاعبين مميزين. إذا بتسمح لي هيك كم رقم سريع بقدر أعطيك إياه. فضل فضل أستاذ مازن. بموضوع مثلا أنه أنا عندي تجربتين مع نحن حاليا عندنا باللجنة الأولمبية بروتوكول تعاون مع اللجنة الأولمبية السلوفينية، بقدر أقول لك أنه من 2 مليون عدد سكان سلوفينيا سنويا بيشارك، يعني كل 4 سنين بيشارك بالأولمبياد بين 60 و70 لاعب، وبيحيزوا حوالي 5 ميداليات بكل أولمبياد خاصة بال4-5 أولمبيادات الماضية. الدنمارك اللي عدد سكانها قريب من عدد سكان لبنان 5 ملايين نسمة، نحن 4.5 ملايين، عندهم بين 90 و110 لاعبين بآخر 3 أولمبيادات، وعندهم معدلهم بين 8 و10 ميداليات. علما أنه إذا إحصاء الشعب الدنماركي 50% من الشعب الدنماركي منتسب إلى أندية، يعني عنده بطاقة عضو بنادي وبيمارس الرياضة بشكل منتظم. فمشان هيك بنيجي بنقول أنه الثقافة الرياضية بقلب المجتمع هي برأيي الشخصي هي أفضل وسيلة للوصول للكمة. طيب وللإليت سبورت. نعم أستاذ مازن، موضوع فيتنام يفتح الباب مباشرة على موضوع المشاركات العربية، يعني منذ المشاركة الأولى سنة 1912 المشاركة العربية الأولى في ستوكهولم إلى أولمبياد لندن 2012 94 ميدالية عربية فقط في الأولمبياد، ونحن نتحدث هنا عن 22 دولة مجتمعة، يعني لنتحدث عن 94 ميدالية. ما سبب هذا العدد الضئيل من الميداليات عن 22 دولة؟ خليني أقول لك أنه فيتنام 90 مليون نسمة من تاريخ مشاركتهم العالم الأولمبية لليوم، مع هذه الميدالية بيكون صاروا أخذوا 3 ميداليات. صحيح 3 ميداليات صحيح، وهذه الأول هذه الذهبية الأولى في تاريخهم. أول ذهبية. نعم. فبرجع هلا بالنسبه للدول العربيه طبعا شرحا يطول وكل، وانا اتحدث عن فيتنام اقول مغموره اولمبيا لا اقول انه بلد. نعم صغير. نعم يعني نعم 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 بقى مثل ما قلنا انه الدول العربيه شرحا يطول، لانه نحن ولا ماشيين بالسيستم الباتوم اب اللي هي الدوله عم تاخذ قرار انه انا بدي اعمل ميداليه مهما كلف الامر، وبدي يعني سخر كل امكانياتي بهالاتجاه هيدا، ولا عم نروح بالباتم داون اللي هو انه الرياضه هي ثقافه مجتمع والعالم بشكل طبيعي يوميا بتعمل عدد ساعات معين من الرياضه. فعم بتكون تجارب، عم بيكون في امرار بعض الموهوبين بعض المميزين اللي عم يبرزوا بمحل معين وعم بيحصدوا بعض الميداليات، يمكن بعد في اوقات تجنيس حتى كمان او مواطنين. لو سمحت استاذ مازن بموضوع التجنيس كنت اريد ان اسالك، يعني اليوم المنتخب القطري حقق نتيجه لافته بالفوز بكره اليد ب30-23 على كرواتيا، ولكن نعم. ملاحظ دائما انه بالعنصر القطري وعدد من الدول العربيه موضوع التجنيس، يعني عدد كبير من اللاعبين الاساسيين هم مجنسون، هذا يطرح سؤال كبير، هل هناك مشكله بالعنصر البشري العربي في هذه الالعاب؟ لا بس يعني أهين إنك تجيب حدا مجنس مؤسس بشكل صح ولا تطمح للميدالية من إنك تحضر شخص لا يحرز على ميدالية، لأنه الميدالية بقلب بلد حتى تقدر تعمل توصل لمستوى الميدالية هي مش مجرد بس فقط عنصر واحد، بدك تبلش من البنى التحتية بالإنفراستراكشر لمستوى المدربين للاعب الموهوب لموضوع التفرغ والاحتراف، لموضوع الطبي كمان. انا كنت من فتره بزياره وكنت يعني باجتماع رؤساء البعثات باوزبكستان، زرنا احد المختبرات اللي هم يفرجون عليها واللي هي اسمها جينيتيك لاب، يعني علم الوراثي. فحتى موضوع الساينس صار عم يدخل بموضوع تحضير اللاعبين. فالموضوع تحضير لاعب أولمبي هي منا شغلة سهلة، هي سلسلة متكاملة، وبالتالي في بعض الأمرار يمكن يكون التجنيس أسهل بهالمجال هذا. نعم كنا تحدثنا أستاذ مازن عن قطر مشاهدينا، وقطر تقص شريط افتتاح منافسات كرة اليد باكتساح كرواتيا ب30-23 ضمن فعاليات المجموعة الأولى.
العنابي سيطر على المباراة منذ البداية مستغلا الانسجام بين لاعبيه المحليين ومجنسيه الأوروبيين، فيما بدت كرواتيا عاجزة عن مجاراة المنتخب الخليجي. زاركو ماركوفيتش تألق على الصعيد الهجومي وسجل 10 أهداف، وأضاف رافائيل كابوت 6 وباسل الريس 5 أهداف. قطر كشفت عن مستوى رفيع يؤهلها للمنافسة على التأهل إلى الربع النهائي. وصيف بطل العالم وقع في المجموعة الأولى إلى جانب تونس والأرجنتين والدنمارك وفرنسا، فيما وقعت مصر في المجموعة الثانية إلى جانب سلوفينيا وألمانيا والسويد وبولندا والبرازيل. تحدثنا عن تألق المجنسين مع منتخب قطر، مشاهدينا هنا أسأل ملحم، ما الفارق بدنيا وجسمانيا بين اللاعب العربي واللاعب المحترف الأوروبي حتى تلجأ الدول العربية للاستعانة بهم؟ وباختصار لأن الوقت بدأ يدهمنا. باختصار هذا سؤال كتير مهم، لأنه منشوف تدريب اللاعب الأجنبي بالبلاد الغربية أوكي بيكون عم يتأسس على الكوردينيشن الموجودة عنده، على التناسق الموجود عنده بأي رياضة كانت. هذه هي نحن بحاجة إلى ببلادنا العربية كلياتها، اللي هي الإدوكاسيون أوكي، الثقافة للاعب. فنحن حسب اللعبة بده يتوجه عليها اللاعب، هذا الشيء عم نشوفه، بلشنا نشوفه بكذا نادي هلا حتى عندنا موجود بلبنان، وهذا الشيء عم يتطور وقريبا جدا انا يعني حسب اللي عم شوفه المواهب اللي عم شوفهم ان شاء الله معقول نتوجه لشيء هو قريب للحرفيه. نتمنى نصل للاحترافيه. ملحم سنكمل في النتائج. في المجموعه الاولمبيه الثانيه اليد الالمانيه تنجح في تخطي عقبه السويد في مواجهه اوروبيه خالصه. ألمانيا تقدمت معظم فترات اللقاء وسط تقارب شديد في النتيجة. السويد حاولت مرارا إدراك التعادل، لكن ماكينات اليد الألمانية نجحت في نهاية المطاف في حسم المباراة لمصلحتها ب 32 نقطة مقابل 29. الأردني خضر بقلة يعبر تصفيات السباحة 200 متر حرة ويتأهل إلى نصف النهائي. السباح الأردني احتل المركز الأول في التصفيات وارتفعت أسهمه في المنافسة على إحدى الميداليات الأولمبية. بقلة كسر رقمه السابق وقطع 200 متر بدقيقة و48 ثانية، أي أقل من ثانية عن رقمه السابق في الألعاب الأولمبية. تشجيعات حكومية واستعدادات من الهياكل الأولمبية في تونس لتحقيق مشاركة متميزة في أولمبياد ريو دي جانيرو. تونس تعول على الرياضات الفردية ولا سيما السباحة والعدو. الهياكل الرياضية التونسية سعت إلى توفير أفضل سبل النجاح لرياضيها، وذلك برصد ميزانية استثنائية لأول مرة في تاريخ الإعداد الأولمبي بقيمة 2 مليون دينار منذ عام 2015. وزير الرياضة التونسي ماهر بن ضياء استقبل مجموعة من الرياضيين المشاركين لتشجيعهم والوقوف على آخر التحضيرات قبل توجههم إلى ريو دي جانيرو. نحاولوا نعطيه كل اللي عنا، نحاولوا باش نترشحوا حتى للدوزيام تور، نعملوا اللي علينا والباقي لربي، رغم اللي معناها كما قلت معناها البول صعيبه في امريكا وايطاليا والمكسيك. 60 رياضيا سيشاركون تحت علم تونس، 15 منهم في اختصاص الالعاب الفرديه، وذلك بعد فشل الرياضات الجماعيه في الوصول الى الحلم الاولمبي باستثناء منتخب كره اليد وكره الطائره الشاطئيه. فما لجنة مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة اللي هي تمول في الرياضة التونسية ولجنة وطنية الأولمبية اللي سهرت على جميع معناها الأشياء هذه من إحاطة طبية وعلمية ونفسية ومادية. حلم العودة بالميداليات الأولمبية ورفع راية تونس في الريو سيكون على عاتق بطليها الأولمبيين السباح أسامة الملولي والعداء حبيب الغريبي. هناك آمال على 10 اختصاصات رياضية، أخص بالذكر رياضة التايكواندو، رياضة المبارزة بالسيف، رياضة الجودو كذلك بممثلنا البطل العالمي فيصل جبلة. والجدير بالذكر أن عدة أسماء لرياضيين تونسيين لمعت في سماء الألعاب الأولمبية خلال ستينات القرن الماضي على غرار محمد الجمودي ولحبيب قلحية. يأمل القائمون على الشأن الرياضي في تونس أن تكون هذه الدورة من الألعاب الأولمبية أفضل من سابقاتها، تشجيعات يومية وترفيع في الاعتمادات المرصودة، على أمل أن يتحصل الرياضيون التونسيون المشاركون على الذهب.
مراد الدلنسي، تونس، الميادين. السباح التونسي أسامة الملولي مشاهدين المرشح لحصد ذهبية في السباحة عقد مؤتمر صحفي ليلة أمس، نتابع سويا ما جاء وأبرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي. إنه تحد جديد بعد 4 سنوات. هذه المشاركة مميزة بالنسبة إلي لأنها تعني الكثير لبلدي وللجمهور، والتحدي يتمثل في الفوز بميداليتين ذهبيتين في دورتين أولمبيتين، وهذا ما يعد إنجازا كبيرا. أنا الآن لست الشخص نفسه الذي فاز في العام 2012، لكنني لا أزال أملك التصميم نفسه، والتسابق على شواطئ كوباكابانا يمثل أهمية كبيرة بالنسبة إلي لأنه أصعب ويعطي حافزا كبيرا للتقدم. بعد تفجير الطرد المشبوه في الخط النهائي لسباق الدراجات، حادث أمني جديد يسجل في مقر الصحافة لرياضة الفروسية. رصاصة طائشة خرقت الخيمة المخصصة للصحفيين وكادت أن تودي بحياة أحد الأشخاص لولا سقوطها على الأرض. الجهة المنظمة أعلنت في بيان لها أن ما حصل ليس له علاقة بالأعمال الإرهابية لأن المنطقة محصنة برجال الأمن. المعلومات أشارت إلى أن مقرا عسكريا يقع بالقرب من خيمة الصحفيين المواكبين لرياضة الفروسية، كذلك بجانب منشآت تحتضن منافسات مثل هوكي العشب والركبي. القطري هاكان أرسكر يخرج من منافسات الملاكمة في وزن 60 كيلوغراما. الملاكم القطري خسر أمام الأوزبكستاني خورشيد توجيبايف المصنف خامسا عالميا بالنقاط وبنتيجة 3-0. الجزائري بن عزيز رضا يتخطى المصري محمود عبد العال في الملاكمة وزن 60 كيلوغراما ويواصل مسيرته نحو حلم التتويج بميدالية. بطل الجزائر تخطى شقيقه المصري في قمة عربية أولمبية بصعوبة بالغة في دور 32. نجح في الفوز بثلاث جولات بالنتيجة نفسها ب 29 نقطة مقابل 28. مغامرة الملاكم المصري في الأولمبياد انتهت، فيما تبقى الآمال العربية معقودة على بن عزيز. الجزائري الآخر زهير كداشي فشل في السير على خطى مواطنه بن عزيز وودع مبكرا منافسات الملاكمة وزن 69 كيلوغراما. كداشي خسر أمام الأيرلندي ستيفن جيرارد دونيلي بثلاث جولات من دون مقابل. الجولة الأولى جاءت متقاربة، أنهاها الملاكم الأيرلندي لمصلحته ب 29 نقطة مقابل 28، لكن الفارق ظهر في الجولتين الأخيرتين حيث تفوق دونيلي ب 30 نقطة مقابل 26 وب 29 نقطة مقابل 27. نعود إلى الأستاذ مازن رمضان وهو معنا عبر الإنترنت. أستاذ مازن، كما استمعنا في التقرير عن تونس، يعني وردت العديد من الأخبار، منها التقرير عن تونس، بعض الميداليات. تونس صرفت كثيرا هذه السنة على بعثتها إلى الأولمبياد وهي تريد أن تحقق نتيجة. من خلال خبرتك ومتابعتك لموضوع الألعاب الأولمبية، هل ستتمكن تونس من إثبات نفسها في هذه الألعاب؟ يعني تونس بلد عربية متقدم مثل مصر، كمان بعثتها عم بتكون عددها مش قليل وكمان عم تحصد ميداليات، فنتمنى التوفيق لكل الدول العربية وإن شاء الله بيقدروا تكون هالأولمبياد تكون خير عليهم، يقدروا يحصدوا أكبر عدد ممكن من الميداليات. أستاذ مازن، خبر آخر يتعلق بالشق الأمني في ريو، يعني أخبار شبه يومية عن مشاكل أمنية، رصاصة طائشة هنا، يعني مشكل بين شخص وآخر هناك. من خلال تواصلك مع البعثة اللبنانية، أنت كان من المفترض أن تكون رئيس البعثة اللبنانية إلى ريو، وحال ذلك دون ذلك ظروف قاهرة عندك. من خلال تواصلك مع البعثة هناك، إلى أي مدى تتأثر البعثات بهذه الأخبار؟ يعني ما في تأثير، يعني يمكن الإعلام أمرار، خاصة هلأ باللي عم يصير بالعالم بموضوع الأمن والإرهاب، يمكن اي طرد او اي حادث صغير رصاصه طايشه مثل ما عم تفضلوا طول ممكن يتضوى كثير عليها، بس بالعكس حاسين بامان جدا وما عندهم اي مشكله. كلام جيد هذا. تنقلوا من البعثه اللبنانيه مباشره من ريو؟ نعم.
سنكمل بالنتائج مشاهدينا. مانج تشيو جيانغ تمنح الصين أول ميدالية ذهبية بعد فوزها في مسدس الهواء المضغوط 10 أمتار ضمن مسابقة الرماية. الرامية الصينية حققت 199 نقطة ونصف النقطة، تفوقت على الروسية فيتالينا باتساراتشكينا الفائزة بالميدالية الفضية واليونانية أنا كوراكاكي صاحبة البرونزية. المنافسات شهدت مشاركة المصرية عفاف الهدهد التي احتلت المركز الخامس وفوتت على بلدها فرصة التتويج بإحدى الميداليات. المغربي عماد باسو يودع منافسات الجودو وزن أقل من 66 كيلوغراما من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام الكندي أنطوان بوشار. باسو تخطى في الدور الأول الأسترالي ناتان كاتز، لكن حلمه الأولمبي توقف عند عتبة منافسه الكندي. منازلة الشاب المغربي حظيت بمتابعة رفيعة المستوى، حيث حضر اللقاء وزير الشباب والرياضة لحسن سكوري وعضو اللجنة الأولمبية المغربية كمال لحلو. بعد تقنية خط المرمى في مونديال البرازيل، التكنولوجيا تحلق في سماء أولمبياد ريو عبر طائرة السوخوي الروسية ومركبة الجولف النيوزيلندية. السوخوي يستعد لخرق أجواء ريو دي جانيرو بطائرة خاصة لنقل الرياضيين الروس. صانع الطائرات الأول في روسيا كشف عن آخر تصميماته من أجل مساعدة رياضيي الدولة القابعة شمال أوراسيا خلال الأولمبياد. الشركة عرضت داخل البيت الروسي في مدينة ريو مجسما لمقصورة الطائرة المزودة بمعدات وتسهيلات طبية وشاشات رصد مربوطة بأجهزة تعمل بالاتصال بالهواتف، مهمتها رصد لياقة اللاعبين أثناء الطيران. الطائرة تتسع لأكثر من 50 راكبا وتحتوي على 28 مقعدا مزودة بأجهزة طبية خاصة. نائبة رئيسة الشركة يوجين أندراتشينكوف أكدت أن الطائرة قد تبصر النور خلال العرس الأولمبي الحالي. الطائرة مجهزة بمعدات متطورة وتكشف عن حالة الرياضيين البدنية والصحية، وهي تساعد على تنقلهم بشكل مريح وآمن خلال مشاركتهم في البطولات العالمية الكبرى. ومن روسيا إلى نيوزيلندا انطلقت طائرة صغيرة إلى ملاعب الجولف في ريو، طائرة تتسع لشخص واحد يستطيع من خلالها التنقل داخل ملعب الجولف عوضا عن العربة الشهيرة. الاختراع النيوزيلندي يساهم في اختصار الوقت والمسافات على اللاعبين، كما يستطيعون من خلاله مراقبة الملعب من زوايا مختلفة قد تساعدهم على تغيير تكتيكاتهم خلال اللعبة. الطائرة الجديدة سترفع من مستوى الرفاهية عند اللاعبين، ولا سيما أن لعبة الجولف تجذب الأرستقراطيين. الاختراعان الجديدان سيدخلان حيز التنفيذ في البطولات العالمية ابتداء من هذا العام، في خطوة تدفع العديد من الرياضات إلى دخول عالم التكنولوجيا. ومع هذا التطور التكنولوجي الكبير مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى خواتيم هذه الحلقة الجديدة من ميدان الأولمبياد. أود أن أتشكر ضيفنا الكريم الأستاذ مازن رمضان، كنت معنا عبر خبرة سكايب وأنت محاضر أولمبي دولي ورئيس اتحاد الكانوي كاياك اللبناني. أشكر أيضا ضيفنا في الاستوديو المعالج الفيزيائي ملحم شمس، شكرا لك ملحم. مشاهدينا قبل أن نختم نستعرض وإياكم ترتيب الميداليات مع وصولنا اليوم الثالث. أستراليا بدأت بقوة وهي تتصدر المنافسات مع 3 ذهبيات 2 برونز، المجموع 5 ميداليات. إيطاليا في المركز الثاني معها 2 ذهب 3 فضة وميداليتين من البرونز والمجموع 7. الصين ذهب 2 فضة 2 و3 ميداليات برونز المجموع 7. كوريا الجنوبية تملك ميداليتان ذهبيتان و2 من الفضة و1 من البرونز المجموع 5. المجر في المركز الخامس ومعها 2 ذهبيتان. ومع نبقى مع الترتيب مشاهدينا، الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المركز السادس، وهنا دائما نرى الأفضلية للذهب. من يملك الذهب تملك بالمجموع 7 ميداليات لكن تملك ذهبية واحدة. روسيا تملك ذهبية مجموع 5 ميداليات. اليابان لديها ذهبية و6 برونز والمجموع 7. تايوان لديها ميدالية ذهبية واحدة وبرونزية ومجموعة 2. الأرجنتين تملك ميدالية ذهبية واحدة وهي تحتل المركز العاشر.
كذلك هناك بلجيكا وكوسوفو وهولندا وتايلاند، كلها تملك نفس العدد مع الأرجنتين وهي ذهبية واحدة. ومع هذا الاستعراض أو العرض لترتيب الأولمبياد وذهبيات الأولمبياد، نصل إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا من ميدان الأولمبياد. الموعد يتجدد غدا في نفس التوقيت، إلى ذلك الوقت إلى اللقاء.